ألف سرزة وسرزة معي علي لقمان دير هكذا حدثنا هرتبش. ملل وأقوام وشعوب وأمم بلجيكا عزيزي مكونة بالأساس من ثلاث قوميات، قوميتان رئيسيتان وثالثة رئيسية كمان، فلمان وفرنسيون وألمان، ويبقى الألمان هم الأقل، لكن اللغات الثلاث هي المعتمدة في هذه الدولة الصغيرة التي صارت عاصمة للاتحاد الأوروبي. لذلك ربما وبسبب التنوع الأصيل في بلجيكا فإن وضع المهاجرين فيها تمام، هي من أكثر البلدان التي يرتاح فيها المهاجرون. طبعا مرتاحون، أكلوا مرعوا اللي تصنع، الفقر بيغطي على كل عيب، نعم بل ويقود إلى عالم الجريمة. فلا عجب أن الجرائم من سرقات وتشليح ونهب وتجارة بالمخدرات إنما تتم في الأحياء الفقيرة، والمهاجرين حارتهم الفقيرة على الدوام، كما أن لهم عاداتهم وتقاليدهم ومقاهيهم ومطاعمهم. ولكن المهاجرين أنواع، معظمهم هرب من الفقر، والبعض بحثا عن الفرصة الأفضل، والبعض بحثا عن التنفس، والبعض الآخر للصراخ قليلا، والبعض للعمل، والبعض للسهر، والبعض لعرض الخدمات، والبعض للتجارة، والبعض الآخر للثقافة والتثاقف، بل وإن البعض منهم يستطيع الترشح للبرلمان. ببساطة بروكسل مدينة كونية كوزموبوليتانية على صغرها وقلة عدد سكانها، فهم لا يتجاوزون 1.5 مليون شحطة، بس مدينة ساحرة بعمارتها القروستية، أنيقة بعمارتها الجديدة، شوارعها مميزة ومنظمة وفيها حياة، وهي هادئة في لحظات وصاخبة في لحظات أخرى، يتحكم فيها مزاج سكانها والأمان من سماتها. حتى ظننت نفسي أتمشى منتصف الليالي في الشام أيام زمان. صحيح أنه لا يخلو الأمر من الجريمة، لكن معدلاتها منخفضة للغاية مقارنة بباريس مربط خيلنا أو بمدريد عاصمة فردوسنا المفقود. وتتعايش هذه الأمم مع بعضها البعض ضمن قانون بلجيكي، فترى جماعتنا من المهاجرين اسم الله عليهم وقد دخلوا ضمن تركيبة النظام الدقيق، فالمهاجرون أطحوا من نسيج بلجيكا. وصار بإمكانك تخيل المشهد هنا بعد 100 عام. وللصدفة العجيبة جلست في مقهى قام طلعوا اللي بيديروا كلدان من تركيا، واحد اسمه محرم والتاني اسمه فؤاد، محرم فؤاد المطرب القديم، وهم من منطقة شرناخ جنوب تركيا، هاجروا منذ أكثر من 20 عام. ولما عرفوا أنني من سوريا بلش الاهتمام، وبلش الضيافة تأخذ مجراها، وصرنا نتفاهم مع بعض بالكردي، ذلك لأنهما لا يعرفان العربية، وأنا لا أعرف التركية أو السريانية إلا قليلا. وتذكرت جيراننا السريان والكلدان والآشوريين في الدرباسية، فعدت مع محرم وفؤاد أعواما كثيرة إلى الوراء، إلى مجتمعي الأول الذي عشت فيه، إلى عالم الدهشة والاكتشافات، إلى عالم الضحكات العالية في الشوارع والأسواق، عالم قديم منظم قائم على قيم وأخلاق وقوانين اجتماعية لم يكن يخر لها ما. هكذا حدثنا هردبش. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.